السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده الفيديو الأول، الدرس الأول لجريد 4 الصف الرابع الابتدائي، وإن شاء الله بإذن الله هيكون في جدول للصف الرابع اللغة الإنجليزية. النهاردة ميعادنا مع أول درس. الناس ما تعرفنيش أو أول مرة يشوفوني، مستر محمد سعيد صاحب قناة تأسيس بدون تعقيد وجروب تأسيس بدون تعقيد فيسبوك، قناة علشان نساعد ناس كتير في الفونكس والصوتيات واللغة الإنجليزية. إن شاء الله ده الدرس الأول في الوحدة الأولى يونت 1. أول درس بيقول أو أول وحدة بيقول I feel good. I feel good يعني أنا أشعر بحالة جيدة، ده عنوان الإيه؟ الدرس الأول I feel good. I feel good ده الدرس الاول، وبعد كده ان شاء الله هناخد الجهاز الهضمي الحصه الجايه ان شاء الله او السنه الجايه. طبعا اول حاجه عندي هي المفردات، بيقول لي هنا vocabulary يعني المفردات. طيب نصيحه، المنهج مليان زي ما انتم شايفين كلمات كتير جدا جدا جدا، ما ينفعش معانا طريقه الحفظ، ما ينفعش نمسك الكلمه نقول w a t e r m e l o، مفيش الكلام ده خالص، لازم نتعلم صوتيات علشان نعرف نجاري المنهج الجديد. طيب ناخد كلمات وبعد كده الجزء اللي خاص بالقصه هناخده على الشاشه على السكرين. طيب فوكابلري، اول حاجه عندي بطيخ يعني واتر ميلون او ووتر ميلون، هنا الاي وراها دبليو بنتها او واتر، امريكان اكسنت، ميلون يعني بطيخ على بعضها واتر ميلون، الاو هنا ما بنطقهاش لان الاو قبل الام في اخر الكلمه ما بنطقش الاو خالص، بقول ميلن لاين فبقول واتر ميلن، طبعا كلكم عارفين يعني ايه. طيب بعد كده القصب السكر اسمه شوجر كين، شوجر عند الاس يو هنا بتعمل شا شا شا، شوجر كين واي ساكن اي بتعمل لونج اي، كين اقول شي كا كين، شوجر كين. بعد كده ارز يعني رايس، لونج اي اي كونسونانت اي بتعمل لي لونج اي، رايس لما تسمع الاي كده يبقى اكيد في اي في الاخر، والسي بنطقها اس لان احنا عندنا قاعده مهمه جدا جدا، السي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقها ايه؟ اس. رايس، خد بالك من نطق حرف الار، بقول رايس مش رايس، ما تعاملش حرف الار معامله حرف الراء في اللغه العربيه، ما تقولش رايس ريد رابت، لا رايس ريد رابت. احنا عايزين ناخد المنهج وناخد المنهج وبننطق صح، ما تقوليش النطق قدام ان شاء الله، النطق جزء لا يتجزا من اللغه الانجليزيه. طيب بطاطس يعني بوتيتوز، بو تي توز، طبعا الاي اس في الاخر لان ده جمع شاء جمع اخر او بنحط الاي اس للجمع، بوتيتوز يعني بطاطا، بطاطس او بطاطا، بطاطا يعني ايه؟ نفس الحكايه، بصل يعني اونينز، خد بالك احنا قلنا ايه؟ الاو مع الان ما بنطقهاش، نفس الحكايه الاو مع الان والاو مع الان فبقول اونيونز، اونيونز ما بقولش اونيونز، اونيونز يعني بصل جمع اونيونز، لو قلت اونيون يعني واحده بس، اونيونز بصل اونيونز. طيب طماطم يعني توميتوز، توميتوز توميتوز والاس هنا بنطقها زي. بعد كده مشروبات واكل يعني food and drinks، كلمة food الـ OO بتعمل long O long U food، كلمة and سهلة جدا drinks، أنا عايز منك دي مع الأرض بقى كده drinks، ما تقولش drinks drinks food and drinks، في الأمريكان أكس ما تقولش food and drinks، كلمة and بيقولوا عليها and food and drinks food and drinks food and food and food and drinks. بعد كده عندي موز يعني بانانس، سهل جدا با سيلابل تو سيلابل نا نا با نا نا شورت اي با نا نز بانانس، سهل جدا. طيب تشيك السي اتش بنطقها تشا تشيك، ده مقطع كن تشيكن، خد بالك الفرق بين الاي والاي، الاي بنطقها ايه والاي بنطقها ايه، تشيكن 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 تشيكن، فرق كبير جدا بين الاي والاي، chicken سي اتش بنطقها تشا. عنب يعني grapes، ناس كتير جدا بتقول عليها grapes، غلط جدا جدا جدا، اسمها gray gray لونج اي اي كونسونانت اي بنطق الاي باسمها grapes،
خد بالك الجي مع الار، حرف الار ده مهم جدا جدا جدا. grapes ما تقولش grapes، grapes grapes. بعد كده مانجا يعني برضه بتتقال اسمها مانجو مش مانجو، مانجو لونجو مانجو. لو هتتابع تابع بس علشان نكمل لازم نعمل شير ونتعلق ونعلق في التعليقات عشان نكمل، وعشان المنهج ينزل باستمرار معانا شهرين قبل الاجازه قبل الدراسه، هتفرق جدا جدا مع الطفل ياخد راحته. مانجوز. بعد كده لبن يعني ميلك، ما تقوليش مل ملك. هنا عندي انا عندي حاجتين يا جماعه للدارك ام، الام دي ليها نطقين بنطقها سوفت ليج ليج ليج، وبنطقها دارك او هارد زي كلمه هيل. امتى؟ لما يجي وراء قبلها حرف فاول بنطقها كده ل، فبقول هيل ميل تمام. لكن له له لك يبقى هنا ما تقوليش ملك، ها امال اسمها ايه؟ ميلك ميلك، اسمها هيلب هيلب. طيب مصري يعني ايجيبشن فود، خد بالك مصر يعني ايجيبت، خد بالك مصر ما اسمهاش ايجيبت اسمها ايجيبت. ايجيبت جايه من الاقباط، كان سايبينها زمان جايه كما اتحرفت. فاحنا عارفين طبعا التاريخ المصري او اليونان احتلونا، وبعد كده الرومان، وبعد كده المدينه المسيحيه، القديس مرقس جه من فلسطين وبشر بالمسيحيه هنا، بعد كده سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر بتكليف من سيدنا عمر بن الخطاب 641 ميلاديه، بعد كده جه الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الانجليزي. فمصر كان قاعدين فيها الاقباط، سموها جايه من كلمه القبط قبط، فاسمها ايجيبت 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 ايجيبت. خد بالك الجي بنطقها ج، ليه؟ جايه وراها واي، وعندنا قاعده بتقول الجي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقها ج ج ج معطشه الجيت. والتي اي اي ده حرف مركب بنطقه ايه؟ ش. التي اي اي بيعمل ش، ايجيبشن ايجيبشن ايجيبشن. طبعا فود سهل، ايجيبشن فود الطعام المصري. طيب فلاح يعني فارم، كلمه فارم لوحدها مزرعه فارمر، الاي ار بتعمل اه. خد بالك هنا بقول ايه؟ كات. الشورت اي بنطقها اه. طب ليه هنا قلنا ما قلناش فا؟ لان الاي عندي قاعده مهمه جدا جدا جدا، بيقول لي when the leader a او when the leader r comes after the leader a we don't pronounce the leader a، ما بننطقش حرف الاي باسمه او بصوته، لا بنطقه ايه؟ اه كده. فبقول فا فارمر، والاي ار في الاخر بعمل عليها ستريس، ما اقولش فارمر لا فارمر فارمر فارمر. طيب هنا الاو سايلنت، كم شورت يو كونتري، والواي في الاخر بتعمل لونج اي. شوف كلها فونيك صوتيات، لازم الطفل يدرس صوتيات. كونتري التي مع الار بنطقها ترا، كونتري كونتري. يا مستر انت تشرح لنا الكلمات، الكلمات مهمه جدا جدا جدا، الطفل مش هيعرف يتكلم ولا هيعرف يكون جمله ولا هيعرف يعمل باراجراف ولا هيعرف يتكلم عن نفسه الا بالكلمات تمام. كونتري التي مع الار بنطقها ترا، بقول تري ترين كونتري ما اقولش كونتري كونتري، والواي في الاخر بتعمل لونج اي كونتري. بريكفاست الاي اي عامله شورت اي، بريك معناها كسر، فاست يعني صيام، بكسر صيامي طول الليل نايم 8 ساعات فبقوم الصبح اكسر الصيام ده بريكفاست بريكفاست بريكفاست. غدا يعني لانش، خد بالك ما اسمهاش لانش لانش لانش. طب يعني ايه لانش؟ لانش مش معناها الغدا بالظبط، لا معناها الوجبه الرئيسيه في اليوم. بمعنى ايه برضو الوجبه الرئيسيه؟ عندنا ناس بتاكل الوجبه الرئيسيه اللي هي يعني الوجبه الرئيسيه فيها الفراخ السمك اللحوم، اللي هي الوجبه اللي بنطبخ فيها بناخد وقت ونجهز ليها. ناس بتاكلها الظهر، ناس بتاكلها العصر، ناس بتاكلها بظروف شغلها بالليل، ايا كان كلتها امتى فهي اسمها لانش، مش معناها لازم اكل بالنهار، لا دي وجبه رئيسيه في اليوم اسمها لانش لانش. وعندنا في المنهج المصري اسمه غدا، خلينا ماشيين مع المنهج. طيب عشاء دينر دينر شورت اي دينر دينر، والاي ار بالاخر بنطقها اير ما اقولش دينر دينر دينر. بعد كده يحفظ او يحافظ يعني كيب كيب، الاي اي بتعمل لونج اي، يبقى انت عندك هنا الفاينل واي لونج اي والاي اي لونج اي كيب. بعد كده عندي ريدي شورت اي برضو، الاي اي بتعمل شورت اي مش لونج اي ما اقولش ريدي ريدي، خدك من الار ريدي ريدي. listen to me carefully and repeat after me. watermelon watermelon sugar cane sugar cane rice
rice, potatoes, potatoes, onions, onions, tomatoes, tomatoes, food and drinks, bananas, bananas, chicken, chicken, grapes, grapes, mangoes, mangoes. خد بالك مش هتلاقي حد على اليوتيوب بيشرح الدرس كامل زي كده بالتفصيل. تمام؟ هناخد الجزء الجرامر والكلمات وناخد المحادثه اللي فيه، ومهم جدا 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 حفظ الكلمات بطريقه الفونكس عشان انت محتاجها عشان المنهج وتعمل باراجراف. ميلك، ميلك، نسيت الكلمه ديت. فيجيتابلز، الجي جايه من حرفين متحركين، والجي لما تيجي من حرفين متحركين نطلعها كده جا، ايج، بقول دي جي ايج، مسج، بيج، فيج، 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 شورت اي، فيجيتابلز، فيجيتابلز. وعندك البي ال، اي بي ال حط بينهم او من عندك زي كلمه بيبل، تيبل، فيجيتابلز، فيج، فيج، فيجيتابلز، فيجيتابلز. فيجيتابلز يعني خضروات. ايجيبشن فود، ايجيبشن فود. فارمر، فارمر. كونتري، كونتري معناها دوله، وبرضه لها معنى ثاني معناها الريف. تمام. بريكفاست، بريكفاست. لانش، لانش. دينر، دينر. كيب، كيب. ريدي. طيب ناخد الجزء بقى اللي خاص بالمحادثه اللي في الكتاب، نعمل شير سكرين ونشوف الجزء الخاص بالمحادثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فين فين؟ طبعا الشرح يا جماعه من كتاب المعاصر عشان بس الناس مش الشرح من كتاب المعاصر زي ما انت شايف. ادي يونت 1 بيقول لي اي فيل جود، اي فيل جود يعني انا اشعر بحاله جيده، انا كويس يعني. اي يعني انا فيل، اشعر جود، كويس. اسمها كده جود مش جود. هنرى الكلمات بقى قدامكم عشان تشوفينها اكتر. هنا بيقول لي listening and reading، الاستماع والقراءة. watermelon، repeat after me. sugar cane، rice، potatoes، onions، tomatoes، food and drinks، bananas، bananas، chicken، chicken، grapes، grapes، mangoes، mangoes، milk، milk، vegetables، vegetables. طيب نكمل. Egyptian food. هنا بيقول لي extra vocabulary. المعاصر حاجة مهمة جدا جدا، بيجيب لي من وسط المحادثة أو القطع كلمات جديدة زيادة عشان وأنت بتقرا بتبقى عارف المعنى وما تحسش بملل. Egyptian food. Farmer. Country. Country. Keep. Keep. Ready. Ready. Breakfast. Breakfast. Lunch. Lunch. Dinner. Dinner. طيب هنا بقول لي conjugation of verbs، تصريف الافعال. طبعا احنا عارفين اخذنا في سنه ثالثه ان في حاجه اسمها ماضي past simple وفي حاجه اسمها present حاضر. حاضر بيحصل دلوقتي حالا، زي كلمه raise، يربي، يربي اي حاجه، يربي فراخ اي حاجه. التصريف الثاني منها بحط ايدي. طبعا احنا عارفين اني بحط ايدي في اخر الكلمه علشان احولها لماضي، وفي عندي افعال اخرها اي بحط بس ليها دي، وفي افعال ثانيه اخرها واي وقبلها حرف ساكن بحول الواي الى اي اي دي. raise يربي، ينتج يعني produce، produced انتج. في افعال شاذه، يعني ايه افعال شاذه؟ لا ينطبق عليها القاعده دي، ما ينفعش اقول احط اي دي، بتتحفظ زي ما هي. ايه هي؟ ميك يصنع او يعد، ميد صنع، فيد يطعم، فد. خد بالك ايه الفرق بين فيد وايت؟ ايت يعني ياكل بايده، انا باكل اهو، لكن فيد معناها يطعم حد، ياكل حد في بقه زي البيبي مثلا. get يحصل على، good حصل على، build يبني، build، build بنى، grow يزرع او ينمو، grew نما. important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر هامه، مهمه جدا عشان تعرف تكتب باراجراف. بقول لي made some special food for، يعني ايه؟ يعد بعض الطعام مميز لي. made some special food for، وكمل. look delicious يعني يبدو لذيذا، طعمه كويس. grow rice يعني يزرع ارز. raise chicken يعني ربي فراخ. let's eat هيا ناكل. let's play هيا نلعب. let's drink هيا نشرب. that's right هذا صحيح، لما حد من زمايلي يقول لي حاجه اقول له that's right كلامك صحيح. grow healthier يعني ينمو بصحه باكثر صحه. grow healthier. طيب نكمل. هنا بقول لي listening and reading. بقول لي listen read and role play، استمع واقرا وتبادل ادوار.
هاني بيقول لي لانش از ريدي، الام بتنده على ابنها بتقول لها لانش از ريدي. طب يا مستر الجزء ده انا فهمته، فهمت الكلمات هنحفظها والتصريفات، طب الجزء الخاص بالقطعه ده اعمل بقى ايه؟ لازم تمارس الحاجه دي مع ابنك في البيت. يعني ايه؟ احنا النهارده خدنا لانش از ريدي، وليكن عندنا بنت اسمها جودي، فحضرتك هتنادي على بنتك او مثلا ولد اسمه انس، انا عملت الفطار الغداء ايا كان، لانش از ريدي، I made some special food for us. يبقى انا هم قاعدين ادخل عليهم مثلا الليفنج روم واقول لهم لانش از ريدي. الولد هيسال احنا خدناها النهارده في الدرس معناها ايه؟ دي معناها الاكل جاهز. I made some special food. I made انا عملت في الماضي. Special food يعني طعام مميز. For us لينا احنا. Us ده ضمير مفعول بيجي في اخر الكلمه مش جوه حاجه. Mom it looks delicious. فالولد راح شاف الاكل قال لها ماما الاكل جميل جدا جدا جدا. انا ميت من جوع. Mom it looks delicious. لازم امارس المحادثة دي في البيت، هو ده الطريقة الصح للممارسة، مفيش حاجة اسمها حفظ. طيب، البنت قالت أو الأم قالت which food comes for our country do you think؟ طيب، الأم هنا شاطرة جدا جدا، عارفة إن المنهج الجديد في حاجة اسمها ديسكفر، ديسكفر يعني أشرك ابني معايا أسأله أسئلة وأعرفه حاجات من الواقع اللي إحنا عايشين. فبتقول له which food comes from our country؟ أي، كلمة which معناها أي، تقال سؤال اي طعام بيجي من دولتنا. Do you think تعتقد انت تعتقد ايه؟ قال لها I think we grow rice in Egypt. احنا بنزرع الارز في مصر. سهله جدا جدا اعمل المحادثه دي مع ابني بالليل واحنا قاعدين ولا كاننا بنذاكر. I think we grow rice in Egypt. انا اعتقد بنزرع في مصر الايه الارز. قالت له yes that's right كلامك صحيح. What else كلمه else معناها ايضا. What else معناها وماذا ايضا ايه كمان؟ الولد قال لها كلمة هم يعني بفكر. I think we raised chicken in Egypt. I think أنا أعتقد we نحن raised نربي chickens الدواجن in Egypt في مصر. مامته قالت له yes and tomatoes and onions كمان بنزرع طماطم وبصل. Egyptian farmers produce many things you see on this table let's eat. تقول له الفلاحين المصريين بينتجوا كل الحاجات اللي انت شايفها على الطاوله دلوقتي او على السفره يلا ناكل زي الايه؟ زي الفراخ زي البيض زي الرز زي السلطه الطماطم الفلفل ده كلها مكونات جايه على السفره. فهو هي قالت له الفلاحين المصريين بيزرعوا كل حاجه انت شايفها دلوقتي على السفره. قالت له Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat يلا ناكل. قال لها يم لذيذ. ده بالنسبة للدرس الأول تمام. هنا بقولي language الجزء الخاص بالجرامر بقولي thinking about food فكر أو التحدث أو talking about عفوا about food التحدث عن الطعام. What food do we produce in Egypt؟ إيه هي الطعام اللي إحنا بننتجه في مصر؟ قال لها we produce vegetables خضروات like زي onions بصل potatoes البطاطس and tomatoes والطماطم تمام. هنا بقول لي ازاي احول من مفرد لجمع singular مفرد plural جمع. الجمع العادي جدا جدا بنحط اس في اخر الكلمه. One onion two onions one banana two bananas one potato two potatoes one tomato two tomatoes. بس كده الدرس خلص. الناس اللي ليها حد في جريد 3 جريد 2 جريد 1 ان شاء الله بالترتيب هننزل باذن الله. السبت هيكون جريد 4 والأحد هيكون جريد 3 وجريد 2 والاثنين هيكون جريد 1 والكي جي بإذن الله تعالى. والأربع والخميس هيكون صوتيات وفونكس وحاجات خارج المناهج حاجة تأسيس من خارج. يا ريت الناس تعمل شير وأي حد يسأل عن قناة بتشرح المنهج حاجة تساعد الناس توصل للمحتوى وتفتش لايك وتعليق وتقولوا مكملين معانا ولا مش مكملين معانا. واشوفكم على خير ان شاء الله الحصة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.